سلمى الفقير، رئيسة جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة فرع إقليم سالا. التقينا اليوم احنا في إطار تنظيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوات إعاقة تحت عنوان الإعاقة ما بين التنزيل والتشريع، الإكراهات والتحديات. الحمد لله قدرنا أننا معنا ضيوف من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مدير مديرية الإعاقة، المجتمع المدني، جمعية من منظمة بدائل الكوفيين وضعاف البصر، مجالس المنتخبة للمدينة، برلمانيين عن مدينة سلا. اليوم بغينا هذه الندوه هذه نسلطوا فيها الضوء على مجموعه من القوانين لحمايه حقوق الاشخاص ذوات الاعاقه. شنو هي المشاكل اللي كتلقى الوزاره في التنزيل ديالها، يعني واش الاكراهات اللي عندها، يعني واش كاين هناك قطاعات اخرى متداخله اللي كتعيق تنزيل مجموعه من القوانين. لان كنلقاو مثلا قانون الاطار 97/13 لحمايه حقوق الاشخاص ذوات الاعاقه والنهوض بهم، قانون الولوجيات قانون 10/03 قانون الولوجيات، يعني كنلقاو مجموعه من يعني البنايات لا الاداريه ولا المجمعات السكنيه ما كاينش هناك ولوجيات. يعني بغينا اليوم يعني ندوة حقوقية ترافعية وحتى تحسيسية، أنني يكون واحد تحسيس بالفئة ديال الأشخاص ذوات الإعاقة في المدينة والدور ديالها، خصوصا أنني أنا مكفوفة ونائبة رئيس مقاطعة باب المريصة بسالة، وهذه أنا أول مكفوفة في المغرب اللي تدبر الشأن المحلي وعندي تفويض مجال اجتماعي، يعني كنشتغل على هذا الملف هذا ديال الإعاقة. يعني بغينا نقولوا يعني للكل اننا احنا موجودين، ورغم الاكراهات ورغم كاين هناك تحديات اللي تتخذها الاشخاص ذوي الاعاقه، والحمد لله بدينا نقولوا الصوت ديالنا وبدينا نقولوا الكلمه ديالنا في كاع المجالات. زمزميع بكري من نائب برلماني عند دائره سلا الجديده، عضو جماعه عامر، عضو مجلس عماله سلا. المناسبه شرط الحضور ديالنا اليوم هو حضور بدعوة من جمعية أمل سلا لذوي الاحتياجات الخاصة فرع سلا برئاسة السيدة سلمى بالفقير للمشاركة في ندوة عنوانها الإعاقة التحديات ما بين التشريع وتنزيل النصوص. من طبيعة الحضور كبرلماني أمثل المؤسسة التشريعية تكلمنا ما فيه الكفاية من المشاكل اللي كيعاني منها الناس ذوي الاحتياجات الخاصة. كانت عدة مداخلات كتهم المشاكل والإكراهات، واليوم الحكومة والمؤسسة التشريعية منكبة على تجويد النصوص التشريعية لمنح هذه الفئة أكثر أريحية في الولوج إلى المرافق كمرتفقين عاديين. وخلصنا في آخر الندوة على أن المؤسسة التشريعية مجلس النواب سيعقد يوما دراسيا لتدارس جميع المتطلبات ديال هذه الفئة ديال ذوي الاحتياجات الخاصة لتجويد أكثر النصوص التشريعية ليمكنهم من العيش بطريقة كريمة، ومحاربة كل مظاهر ديال التمييز بالنسبة لهذه الفئة. نعم، الطالب يابا حازم مدير النهوض بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. نحضر اليوم لهذا الملتقى الذي يصادف 3 نوفمبر من كل سنة، وهو اليوم المخلد لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. هي مناسبة لاستحضار يعني المجهودات التي تبذلها بلادنا في افق ادماج فئه الاشخاص ذوي الاعاقه بمختلف يعني اصنافها. اليوم لدينا ورش ملكي رائد، ورش الحمايه الاجتماعيه، وقد اعطى جلاله الملك محمد السادس ايده الله
في الخطاب افتتاح البرلمان خلال أكتوبر الأخير انطلاق مشروع الدعم المباشر لفئات الأشخاص وضعية احتياج، ومن بين هذه الفئات طبعا فئة الأشخاص وضعية إعاقة، الأسر التي لديها أطفال في وضعية إعاقة ستستفيد من هذا الدعم المباشر. كذلك هناك برنامج حكومي يتم تنزيله في إطار الدولة الاجتماعية، ومن خلاله تعمل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على تنزيل برنامج دعم التماسك الاجتماعي والحماية والتماسك الاجتماعي خلال برامج متعددة، دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مشاريع المدرب الدخل لأشخاص في وضعية إعاقة يعني أشخاص حاملي مشاريع. كذلك يتم توفير عدد كبير من التجهيزات والمعينات التقنية التعويضية لفائدة هذه الفئة بمختلف أقاليم المملكة. تم كذلك العمل على إعداد تقييم الإعاقة، وقد بلغ هذا المشروع تقريبا نهايته من خلال إعداد مرسوم إصدار بطاقة الشخص في وضع إعاقة، وهذا عمل جبار جدا، واليوم هو يعني المرسوم في أفق المصادقة عليه من طرف يعني المجلس الحكومي ليتم الشروع في منح الأشخاص في وضع إعاقة بطاقة رسمية تتضمن يعني معطيات اجتماعية طبية لكل مستفيد. هذا طبعا إلى جانب برامج متعددة الهدف منها هو إدماج فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في محيطهم الاجتماعي والأسري. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.